السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معايا ومبادرة تعدد الزوجات. أنا بكلم إخواني في تونس. شعبي التونسي العظيم، أنستي سيدتي، حراير تونس وين ما كنتوا، معرسين مطلقين ولا حتى تستنيوا في المكتوب، ربي سهل. أنا إعلامية بالتلفزيون المصري في القناة الأولى، قناة الدولة الرسمية، مؤسسة مبادرة تعدد الزوجات في مصر. هتكلم مع كل أخواتي في تونس النهاردة. الحاجة أبو شنب عاملة حملة على المرأة التونسية وتدعو لشنو؟ تعدد الزوجات. أنا طبعا نتمنى لها الشفاء العاجل من العقدة والغصة، فما غصة فما عقدة. القانون اللي وضعه بورقيبة من أيام الحكم الفرنسي عندكم من سنوات طويلة جدا، وانتوا الدولة الوحيدة للأسف، تونس الجميلة الخضراء اللي أهلها أجمل ناس في الدنيا، بيطبقوا القانون الفرنسي، قانون المستعمر الفرنسي. حبيبتي احنا نسيت تواسة، لا عمرنا دخلنا في شؤونكم الداخلية، بل بالعكس احنا تالما قاعدين نجريو لقدام قدام، ما عندناش الوقت حتى باش نتنفسوا حوالي تاني. 3 مليون عاجز، بالإضافة إلى المطلقات والأرامل، بالإضافة إلى الأمهات العازبات اللي هم يعني هم بيقولوا عليهم أمهات عازبات، اللي هي الأرامل والمطلقات. عايزة أقول لكم، طب الستات دي تروح فين؟ يعني 3 مليون أو 3 مليون ونص دول من أصل عدد سيدات، يعني أنتوا عددكم 11 مليون. نبروا على الشعوب الأخرى، ها؟ ويكون في علمك يا حاجه انه موضوع تعدد الزوجات هذاك الثانيه والثالثه والرابعه وبرا حتى مليون تجاوزناه، عندنا قرونه كما القرون اللي عندك انت بالضبط. الى جانب او بالاضافه الى في رجاله هناك عايزين يعددوا الزوجات، بيمنع القانون اللي وضعه العدو الغاشم اللي انتوا فرحانين بيه قوي، اللي انتوا بتقولوا ده القانون ده بيحمي كرامه المراه. سيد ايوه يا حبيبتي، وثلاثة مليون لله اللي نعدتهم بالعوانس، اي شد عندك لله، فيهم الفلاحة والطبيبة وبنت المعمل والطيارة والحارزة والمعلمة والمهندسة والمعينة المنزلية والمحامية والحنانة والمثقفة والفنانة، وحتى اللي تخدم في أقدم خدمة عرفها التاريخ تعطيك درس في الحرية والمسؤولية والكرامة الإنسانية. ازاي؟ هي كرامتك بتبقى حلوة لما جوزك بيبقى عارف واحدة تانية غيرك، أو ماشي مع واحدة أو مرافق واحدة تانية، لكن وكرامتك دي ما بتوجعكيش لما يبقى متجوز؟ بتوجعك لما يبقى متجوز؟ ازاي؟ بالمقولة المشهورة، دل راجل ولا دل حيطة. بتعملوا ايه؟ الحيطة شنو نعملوا لها أختي؟ نكسروها، ندخلوا عليها نهدوها ونبنيوا بيها مستقبل لاولادنا وبناتنا. تعالى ان هو هيحاسبكم حساب عسير عن سكوتكم عن قانون بيمنع التعدد، والقانون ده في ايده ان هو يحل مشاكل كتير جدا في المجتمع. وزواج المتعه والعنصريه والجهل والتخلف اللي معشش في مخك يا متعلمه يا المدارس. بس مش في تونس بس. انا مصريه بس انا بكلم المسلمين، بكلم المسلمين في كل انحاء العالم، ده ملوش علاقه ان انا مصريه او ان انت ابو شنب. احنا نسيت توانسه هاربين عليك بسنوات ضوئيه، وعنا اختي حاجه هكا من عند ربي لكن لحد التعدد بترفضيه. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ انا بوجه رساله لعلماء تونس وللمسؤولين هناك، اتقوا الله، اتقوا الله في اعراضكم، اتقوا الله في انفسكم، اتقوا الله في نساء المسلمين، اتقوا الله في الستات اللي هم عايزين يتجوزوا، اتقوا الله في الرجال اللي عايزه تعدد الزوجات، اتقوا الله في المهور الغاليه. اعملوا حاجه، اعملوا حاجه. جيبه واحنا اختي ايه حاجه ايه هربنا عليك، رانا بعيد، اخلط اجري يجري يجري. كلمه واحده المرأة التونسية أول امرأة عربية بالفعل، ولكن أنتوا بتمنعوها بقانون الدولة الوحيدة اللي في العالم اللي بتمنع التعدد بقانون. راجلك زعما في المرأة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة،
ولا الرابعة؟ ها؟ يا رابعة.